خلونا نتكلم شوية عن الصفقة دي. بينضم إلينا من تونس صحفي تونسي نجيب المجريسي. نجيب صباح الخيرات. يعني صفقة مهمة بتنضم للنادي الأهلي، كلمنا شوية عن تفاصيل الصفقة دي وإزاي الجمهور في نجمة ساحلي بيرى انضمام محمد الضوي كريستو إلى النادي الأهلي. مساء الخير أستاذ رجائي، ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام. مساء الخيرات سيد نجيب. كنت بسألك عن أصداء انتقال محمد الضوي إلى النادي الأهلي، وإزاي الجماهير في النجم الساحلي شايفة هذا الانتقال؟ والله الحقيقة صفقة محمد الضوي، صفقة انتقاله لنادي الأهلي المصري، بين مؤيد ورافض من بين جماهير النجم الساحلي، بما أنه لاعب صغير السن، لاعب مهاري لديه مستقبل كبير ينتظره. كانوا يتمنوا جماهير النجم الساحلي أنه يبقى محمد الضوي في الفريق باعتبار أنه قيمة ثابتة، وبرهن على ذلك خلال الموسمين الفريقين، رغم صغر سنه، رغم انه لاعب تقريبا ما تزوجش ال 19 سنه، لكن هو تقريبا الهداف لغايه دلوقتي سيد نجيب. ما سمعتك، سمحت. هو الهداف الى الان بطبيعه الحال، بطبيعه الحال هو هداف الفريق، يعني الى حد الان مسجل 5 أهداف مع مساهمه في هدفين خلال المباريات الاخيره. ايضا كان حتى في الموسم الفارط قدم مستويات كبيره، سجل عده اهداف. لاعب يمكن ينبأ انه باش يكون من بين العناصر المتميزه حتى في المنتخب الوطني التونسي في قادم المناسبات. كما قلت لك، يمكن اللي خلى عجل برحيل محمد الضوي على النجم الساحلي هو الازمه الماليه اللي يعيشها الفريق، باعتبار انه فريق مقبل على عديد الملفات الحارقه، خلات انه اداره النجم تشوف انه محمد الضوي نجم يكون حل من الحلول، خاصه انه صفقه محمد الضوي كانت موجوده معها ايضا الاتفاقيه نتاع كوليبالي، نعرفه سليمان كوليبالي، باعتبار انه فما مبالغ. يعني هي الغرامه سيد نجيب، غرامه كوليبالي هي مفتاح موافقه النجم الساحلي على صفقه محمد الضوي. بالضبط، هي لحسمة الصفقة، هي مفتاح الصفقة. كما نعرفوا 1,250,000 دولار كانت قيمة الصفقة، اللي كما المبلغ اللي باش تقضاه النجم الساحلي، تم خصم 900,000 دولار باعتبار انه مازالوا قسطين للنجم الساحلي 450 و450، تم خصمهم. النجم سيتقاضى في الصفقة هذه 350,000 دولار فقط، باعتبار انه 900,000 دولار تم خصمها من النادي الاهلي المصري، وبالتالي غلق ملف سليمان كوليبالي، وهذه حاجه تحسب لاداره النجم الساحلي ورئيس النجم عثمان جنايح، اللي حب يضرب عصفورين بحجر واحد، انه يحاول يلغي الغرامه الاخرى ويخلي النجم الساحلي يمشي في طريق التسويق. الحقيقه باش نكون واضح معك ونفتح قوس، انه النجم في الموسم هذا هو موسم الانقاذ، موسم خاصه بعد يمكن فما عده خطايا مسلطه على النادي. النجم قاعد يرتب في بيته قبل ان يعود يمكن في المواسم القادمه الى مكانه الطبيعي. واكيد باش يعود بمكانه الطبيعي، باعتبار انه صحيح اليوم خرج محمد الضوي، لكن النجم هو منجم للاعبين الشبان. اكيد هو معروف، يعني نادي نجم الساحلي ان هو منجم للاعيبه الشبان. كنت برضه عايز اسالك سيد نجيب عن المركز اللي بيلعب فيه او اللي بيوجد فيه محمد الضوي، هل هو مهاجم او جناح صريح؟ محمد الضوي هو لاعب كما نقولوا في تونس لاعب جوكر، ولا حتى في مصر نقولوا لاعب جوكر. في لعيبه فعلا سيد نجيب بيكونوا لعيبه جوكر، بس في لاعب بيبرع في احد دي الحته بتاعته اللي بيسموها ايه، على الكومفورت زون بتاعته. يعني بالضبط، هو افضل مركز يلعب فيه محمد الضوي هو جناح ايمن. جناح ايمن. لكن شفناه حتى منذ وجود المدرب الأسعد الدريدي في الموسم الفارط، وقت تم تصعيد محمد الضوي الى فريق الاكابر، كان لعب حتى تحت المهاجم، يعني كصانع العاب، يجيد ايضا اللعب كصانع العاب، يجيد اللعب في مركز جناح ايمن، لعب في بعض المباريات حتى كجناح ايسر، يعني
لاعب اللي نجم يلعب في اكثر من مركز، لعب في يمكن في مناسبه او اثنين حتى كمهاجم صريح. لكن باش نكون واضح في الاجابه على سؤالك، المركز المحبب لمحمد الضاوي هو جناح ايمن، واللي تقريبا خاصه اليوم مع اصابه لاعب الاهلي في نفس المركز هذا نجم يكون يعني فوائد قوم عند قوم او مصائب قوم عند قوم فوائده. بالضبط ينجم يكون حل من الحلول للنادي الاهلي المصري، واكيد انه باش يستفيد الاهلي المصري من امكانيات محمد الضاوي، خاصه انه لاعب صغير السن ومازال باش يتطور اكثر في المواسم القادمه. هو كان يلعب في نادي كبير باش يلعب ايضا في نادي كبير اسمه الاهلي المصري، واكيد تجربه علي معلول وتجربه الاهلي مع اللاعبين التوانسه ديما في اغلب المناسبات ولا مع انيس بوجلبان ديما تكون موافقه. سيد نجيب قول لي، هو المفروض يعني حيصل القاهره تحديدا امتى؟ اليوم تم تقريبا حسم الملف والاتفاق النهائي، خاصه انه يمكن نزيد نعطيك بعض المعطيات على العقد. العقد سيشمل ايضا فما بند في العقد يقول في صوره اعاده بيع اللاعب باش يستفيد النجم من مبلغ من 15%، يعني نسبة 15% في صورة ما الأهلي فرط في محمد الضاوي أو تم بيعه لفريق آخر، النجم سيستفيد من نسبة 15%. كان حاضر اليوم الأستاذ خالد مرتجي وكانت له جلسة مع رئيس النادي، تم توقيع الاتفاقية هذه اللي يمكن هي الوحيدة اللي قعدت ناقصة، وتم يعني حسم الصفقة بنسبة 100%، وسيكون التحول من تونس الساعة 11 يوم الجمعة تقريبا باش يكون في حدود الواحدة بعد الزوال نهار الجمعة موجود في القاهرة صحبة خالد مرتجي. محمد الضاوي حيكون يوم الجمعة الساعة 1 ظهرا إن شاء الله في القاهرة. بالضبط. أوكي. بالضبط. سيد نجيب المجرسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، من تونس كنت منضم إلي، أشكرك شكرا جزيلا.